بسم الله الرحمن الرحيم. لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لصاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تخيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون لما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وانتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نعكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات لفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفقه علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائق وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بغيره الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد التائب برحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بروان ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين. آمين. اللهم يا حي يا قيوم بسركم فيكون، عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم بسركم فيكون، عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم بسركم فيكون، عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين،
واجعلنا وجميع المنتسبين إليها والمحبين ورثة الأنبياء العاملين المخلصين. وأفق علينا وعليهم سائب العلوم الشرعية، وافتح علينا وعليهم أبواب المعارف اللدنية، وأنم علينا وعليهم بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة، واجمع لنا ولهم خير للدنيا والآخرة، وثبت أقدامنا وأقدامهم لإعلاء كلمة الدين، واجمع كلمتنا وكلمتهم وألف بين قلوبنا وقلوبهم أجمعين. يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا واسترنا وانشرنا واهدنا وعافنا واعف عنا وارزقنا وبارك لنا وارفع أوطاننا بنهضة الوطن إلى سماء الارتقاء والسعادة والهداية مع الأمن والعناية والرعاية، ونور بلادنا برنج بنهضة الوطن، وعمر بلادنا بمياه نهضة الوطن، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، واقض عنا ديوننا يا الله يا الله يا الله يا كريم يا واسع الجود يا بر يا رحيم، واقضنا جلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، يا غنيم يا حميد يا مغفر يا معيد يا رحيم يا باسط يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كافى يا عين صاد، كافى يا عين صاد، كافى يا عين صاد، انصرنا وإياهم على من ظلمنا وأهاننا بما نصرت به الرسل، وحل بيننا وبين الشيطان ونفيه وبين من لا طاقة لنا به من خلقك أجمعين. يا قدير يا متين، اقنا شر الظالمين. حميم عين سين قاف، حميم عين سين قاف، حميم عين سين قاف، اردد عنا وعنهم بين الاعداء والاشرار والظلمه والحسان الى نفوذهم، ومزقهم كل ممزق، واطمس على وجوههم وأموالهم، واشدد على قلوبهم واغلل أيديهم وأرجلهم وانسحهم على مكانتهم، ولا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، واقطع أعناقهم بسيف قلبك يا عزيز يا قهار يا قوي يا جبار يا منتقم يا ستار. اللهم ارميهم بسهمك الصائب، اللهم اغلقهم بسهامك الساقب، يا من يقول لشريكم فيكون. قوي كافى يا عين صاد، حميم عين سين قاف، بسم لا اله الا الله. قوي كافى يا عين صاد، حميم عين سين قاف، بسم لا اله الا الله. قوي كافى يا عين صاد،
الله أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرناهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأهوال ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرناهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأهوال ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأهوال ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ملعونين أينما تركوا أردوا وقتلوا تقتيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وما لهم من ناصرين وذلك جزاء الظالمين شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وهمت الابصار وقلت الالسن وغلقت القلوب فلا تسمع الا همسا لا تدركها الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير يا بني إنها إنه مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله باسمك اللطيف الخبير العليم الحكيم القوي العزيز ارتب بنا وبنهضة الوطن فيما جرت به المقادير في السر والعلن الله لطيف بعباده الله حفيظ قديم حزمي حي قيوم لا ينام وليتخطف فلا يشعرن بكم احدا ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يتكلمون صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يرجعون حاميم 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 لا ينصرون أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأهوال ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأهوال ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأهوال ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله
عليهم دائرة الصادقة لمن الله عليهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم دمر الله عليهم ثم عموا وشموا كثير منهم والله أنقذهم بما كسبوا فشم عليهم ربك سوط عذاب وذلك جزاء الظالمين وإن جندنا لهم الغالبون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فأقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على ياسين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم إنا نسألك باسمك السلام ولكل اسم من أسمائك الحسنى ولكلماتك التامات أن تسلمنا وتحفظنا وتحفظ ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا ومدارسنا ونهجة الوطن من الآفات والآمات ومن شر خلقك أجمعين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك رحمة العالمين منك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين عليك ورجاء الراجعين فيك وزود الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك. اللهم علم الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اجمعين ووفقهم لما تحب وترضى من مكر العباد والبلاد يا كريم. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اجمعين ووفقهم لما تحب وترضى من مكر العباد والبلاد يا كريم. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اجمعين ووفقهم لما تحب وترضى من مكر العباد والبلاد يا كريم. اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم وقد جعل امة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ مهلك الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ مهلك الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ مهلك الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس إلهة الوطن وللشرفية المباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس إلهة الوطن وللسولفية المباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس إلهة الوطن وللسولفية المباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس إلهة الوطن وللسولفية المباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
جامع الناس لمهنة الوطن ورزق نبية مباركة في خير ولطف وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس لمهنة الوطن ورزق نبية مباركة في خير ولطف وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس لنهضة الوطن وللسانتية المباركة في خير وحق وعافية. اللهم إنا نستغفرك ونستغفر ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا وكل شيء أعطيتنا، ونهضة الوطن بمجاريها والسانتية بأسرارها على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفر ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا وكل شيء أعطيتنا، ونهضة الوطن بمجالسها والسانتية بأسرارها على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفر ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا وكل شيء أعطيتنا، ونهضة الوطن بمجالسها والسانتية بأسرارها على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا، واحفظنا من جميع الآفات والآهات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا، واحفظنا من جميع الآفات والآهات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، واحفظنا من جميع الآفات والآهات، إنك قريب مجيب الدعوات. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من أمره بين الباب والنون، أصلح واحفظ نهضة الوطن وانشر رواها في العالمين. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من أمره بين القاف والنون، أصلح واحفظ نهضة الوطن وانشر رواها في العالمين. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من أمره بين القاف والنون، أصلح واحفظ نهضة الوطن وانشر رواها في العالمين. بخزائن بسم الله الرحمن الرحيم، وبأسرار أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وبألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبجاه سيدنا محمد الأمين وآله وأصحابه الكرام أجمعين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والمالكين والمالكين لله. ما قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. استبدي أزمتك مالي قد آذن ليلك بالبلد وظلام الليل
له سرج حتى يغشاه أبو السرج وصحاب الخير له مطر فإذا جاء الحبان تجي وقوائد مولانا جمل لسرور الأنفس والمهج ولها رج محين أبداً فقصد محيا ذاك العرج فلا رب كما فاض المحيا ببرور الموج من اللجج والخلق جميعاً في يده فله سعة وله حرج ونزوله وطلوعه مهبع إلى درك وعلى درج ومعايشهم وعواقبهم ليست بالمشي على عوجه كمن سجت بيد عظمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبالمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج ولقم بقضاء الله أجاب على مركوزته فأجي وإذا انفتحت أبوابه لم تعجل لخزائنها وجدي وإذا أولت نهايتها فأذر عزك من العرج لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج فهج الأعمال إذا ركلت فإذا ما هجت إذا انتهج ومعاصي الله سماجتها تزداد لذي الخلق السمج ولطاعته وصباحتها أنوار صباح ممتلج من يعتب عور العين بها يذكر بالعور وبالغنج فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي واتلو القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها فلها فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تهتي الفردوس وتنفرجي وشرب تسليم مفجرها لا منتزجا ولمنتزج مرع العقل الآتي هدى وهوى متول عنه هجي وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج وخيار الناس هداتهم وسواهم من همج الهنج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرهج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرهج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرهج وإذا بصرت منار هدى فزهر فردا فوق الشبج وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعتلج وثنايا الحسنى ضائقة وتمام الذوق على الفلج وعياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت الشرج فالرزق يدوم لصاحبه والخلق يسير إلى الهرج صلوات الله على المهدي ألها للناس والنهج وأبي بكر في سيرته ولسانه
الإنسان ما قال في النهج وفي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج وفي عمل للنورين المستحي المستحي البهج وفي حسن في العلم Amen.
المصطفى خير الجميع وهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع وخاتمة بإيمان وسافرا جميلا بالمجيب وبالسميع وسقنا ما تلزمنا وطورا بطيبة في مجاورة الشفيع صلاة الله دائمة عليه مع الأصحاب والآل الرفيع إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم وعاملني معاملة الكريم وثبتني على النهج القويم وأمرنا بقي وانشر لواها وجل لي منك بالفضل العميم يا ربنا نسألك الشهادة وجنات الفردوس والزيادة فلتعطينا ذاك مع الإرفاد في هذه الدار بخلق العادة وكل ما نرجو من إرفاد ونعمة مع لذات العبادة والحسن للإيمان والسعادة وراء من أعطيته السيادة محمد زد طلعت الوقادة بالنور والآل الكرام القادة صلى عليه الله من أفاد بعز الإسراء متى أراد ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه علينا وقرب لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وأغلى أتقيا علما نرضى بالخير ونخفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وانا ذات الوطن وفرضا دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانشرا هم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وانا ذات الوطن وفرضا دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانشرا هم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وانا ذات الوطن
للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المعصب الغرى أمهرتك فانشبهت فيها العصا وأروعت الجيش بماء هامير على معاش ومعالي وعلى ذرية وبطين وظاهر أمهرتك فانشبهت فيها العصا وأروعت الجيش بماء هامير على معاش ومعالي وعلى ذرية وبطين وظاهر أمهرتك فانشبهت فيها العصا وأروعت الجيش بماء هامير على معاش ومعالي وعلى ذرية وبطين وظاهر قادر يا قيوم يا قوي يا متين يا متكبر يا معين أن ترزقنا سعادة الدارين وتكفينا همهما يا جميع الصنع يا من كل ما دائما الأمر جرى ما دائما يا غياث المستغيثين ويا مهدي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عزوما واستجب منا دعاءك
طاهر من سائر التراب محمد ضعيف
للضيف مقدم محمد جاره الله لم يظلم محمد طابت الدنيا لبعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهدي من الظلم محمد قائم لله ذو إيمان محمد خاتم للرسل كلهم محمد نور للنبيين بدا محمد قادنا للخير فاستقم محمد نور للنبيين بدا محمد قادنا للخير فاستقم محمد نور للنبيين بدا محمد قادنا للخير فاستقم هنا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم علي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم علي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم Yeah.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله 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 صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بارد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مضيب يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا ظالم يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفور يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مؤسف يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك اللهم باسمك الأعظم. آمين. نسألك اللهم باسمك الأعظم. آمين. نسألك اللهم باسمك الأعظم. آمين. وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. أن تعطيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وأن تعطينا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وأن تصرف عنا وعن من له تعلق بنا وعن نهضة الوطن وعن الثورة يتسوى كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصرف عنا وعنهم السوء
بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا وعنهم السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا وعنهم السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجتنا التي أنت تعلمها لتقضى لنا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من أوفر عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده أو في هذه الليلة وفيما بعدها من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو در تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sampai di sini pembacaan hizib selesai. Kemudian selaku tabarruk, mari kita bersama-sama membaca takrir Maulana Al-Allamatul Adibul Arif Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Kita mulai. Billahi zainud dini fi fadlihi fi majlis sami wa fi له يد بيضاء دلت على جوهرات المكنون في حصره له تعريف كزهر الرب قد ضمت الشقل إلى شقله في ساعة العلم له الله يبقيه